يعدي يعدي تيماوي وينقل كرة سريعة وبهجة وبهجة لا يعرف أين يقف أو يتمركز وهذه من سلبيات بهجة. كرة اللعب ناحية اليمين ماجد عبد الله بيحاول يعدي وخطرة داخل منطقة الجزاء خطرة ويعدي ويحاول ماجد ويكملها وفي المرمى في كرة مباشرة الهدف الثالث لماجد للنصر من ماجد عبد الله راوغ بمهارته الدولية بمهارته الدولية ماهر ماجد عبد الله قدر انه من كرة واحدة وصلت لماجد عبد الله ان يموه ويتمكن من تسجيل الهدف الثالث للنصر من كرة مفاجئة جدا ومباغتة للهلاليين. شوف الإعادة شوف ماجد موه موه بالضبط بالضبط هذه كرات ماجد وهذه كرات ماجد ورغم التغطية من الموينع لكن عدم الكرة شوف شوف عدة شوف عدة مسلومي ووصل معاه الموينع وغطى معاه سيرجيو ولكن لعبها والموينع اعتزل فيه ورجعت كرة جميلة جدا جميلة جدا. الكرة أهداف الكرة أهداف دائما وبالتالي لا يهم من يضغط المهم من يسجل. هذه كرة قدم نعم للكرة حلاوة أن يكون هناك هجوم أن تكون هناك مهارة ولكن الأهم في كرة القدم هي الأهداف وهذا بالتالي ما سجل ماجد عبد الله سواء من الهدف اللي سجله في الشوط الأول وهذه الإعادة شوف مهارات مجهود فردي مجهود فردي رغم التغطية عليه وهذا ماجد عبد الله هذا ماجد عبد الله الاسمراني اللي استطاع ان يسجل هدفين ويرفع ايضا رصيده في هذا الدوري الى 8 اهداف.